نحكي عن شيء أحس حلو ويفيد الكل، وشيء مو مكرر يعني، بخصوص اللوس باودر والأنواع، وإيش ممكن تستخدمي اللوس باودر تحت عينك ما تكتل، وإيش اللون الصح، لأنه في بنات فاتحات يحطوا اللوس باودر تحت عينهم يصير تحت عينهم غامق، الباقي الوجه فاتح، عرفتوا؟ اللي كتل اللي بقع، هذه تصلح هذه ما تصلح، فأبيكم تركزوا معي الحين عشان أوريكم. حلو، لما تختارين اللوس باودر تحت عينك، أول شيء ممكن تشوفينه وشو؟ تشوفين قوام البودرة نفسها، خفيفة ولا ثقيلة؟ يعني مثلا عندكم واحدة في حياتي ما شاء الله شفتها مستخدمتها لتحت العين وخرافية، طيب بس بالعادة يفرق شلون تحطينها، عرفتوا؟ يعني في بنات مثلا شيء مو مرة يصلح بس ما شاء الله وهي تحطه تصير مرة دقيقة فيمشي الحال، أوكي؟ بوريكم من جوا كيف تشوفون شلون قوام البودرة. انتوا عشان لما تشترون بعدين تعرفون، شوفوا لما اخذها بالفرشة شلون تحسينها فونديشن اكثر من انها يعني لونها، لما تمسحين على يدك بوريكم كيف على يدي تحسينها فونديشن فيها تغطية، فهذه مو سهلة ابدا تحت العين، احيانا ممكن تبقع معاك ممكن تكتل معاك لانها ثقيلة، يعني مو خفيفة لتحت العين، تحت العين نبي الشيء شيء اخف شيء في الدنيا وفي لون. شوفوا شلون تغطيتها، شوفوا كيف لونها، تحسينها يعني عطت، شوفوا تغطية حتى غطت شوي عروقي، هذه تبقع تحت العين، ممكن تغير لون الكونسيلر حتى لو اختلفت الدرجات، فهمتوا؟ أنا عندي كل الدرجات ومجربتها، يعني أنا أفضلها للوجه، يعني ممكن طلعت صباح حتحطينها على كل وجهك، هالأشياء يعني مو لتحت العين، عرفتوا؟ لأنه بدون فونديشن بس كده تغطية خفيفة. عند الثانية اللي هي حقت جفنشي، بوريكم إياها من داخل. اللوس باودر من داخل هي لها يعني 4 ألوان، لما تحطينها تسوي لك ميكس مشمشي وأصفر وكذا، يعني حلو، فهمتوا؟ بوريكم إياها كيف عالية. تشوفوا أول شيء قوامها، عرفتوا؟ شوفوا، شايفين معاي؟ شوفوا كيف بنات قوامها لما أحطها، واضح معاكم صح؟ هذه أخف من حقة شانيل وحبوبها خفيفة، بوريكم كيف لما أدمجها، كيف وزعتها على كل يدي، بوريكم الفرق بين الجهتين. شوفوا هنا اللون وشوفوا جسمي هنا، ترى أنا مسويتها بعدين بقول لكم وش الأشياء، عاد بحترق بالصيف أدري. اللوس باودر اللي أوكي حلوة بس إنه نفس الشيء ممكن تكتل معاك، تعطي تغطية تحت العين، بصراحة أمانة هي حلوة بس ما أعتبرها توب 1 باللوس باودر تحت العين، عرفتوا؟ يعني اللي عندها تمشي الحال بس إنها مو واو، مو شيء واو كذا، فهمتوا؟ لأن تغطيتها نفس الشيء ثقيلة، أنا ما أحب تحت العين يبين إني أنا حاطة بودرة، ما أحب هالشكل، فهمتوا؟ عندكم حقة لورا مارتي، لو تلاحظون معي الحبوب كيف أخف شكلها، لورا مارتي من اللوس باودر اللي مرة أحبهم، مرة مرة أحبهم، خصوصا لتحت العين وكتثبيت الفونديشن بعد. شوفوا كيف حبوبها، بوريكم كيف على يدي، حطيتها على يدي ودمجتها، حسيت وما في طبقة، لاحظوا ما في طبقة زي الأولى. نفس الشي حقت ميك اب فور ايفر، شوفوا ما تحسينها ثقيلة الحبوب حقتها، مرة بعد حلوة حقت ميك اب فور ايفر. كبر غلطة البنات، شو يسوون؟ أنا بشرتي مثلا مرة فاتحة، طيب مثلا أقوم أختار لوس باودر صفرة بهاللون وأحطها على بشرتي، شو يصير تحت عيني؟ يصير تحت عيني مرة غامق وعلى برتقالي حتى مايل وبشرتي فاتحة، فدايما اللي تعاني من هالمشكلة تعرف إن الغلط وشو يا من الكونسيلر غامق عليها او من اللوس باودر، تخيلوا انها ما تناسب لونها، فتختار اللي على مشمشي مثلا، تختار اللي شفافه ما فيها لون، عرفتوا؟ اذا قالت اوكي بس انا فاتحه بس يقلب تحت عيني رمادي، حطي اللوس باودر، لما تحطين الشفافه خذي نتفه يا دوب شيء بسيط من الصفرة ومرريها بس نتفه على المكان اللي يقلب رمادي، مو كل تحت عينك، عرفتوا؟ بالعكس تجي واحدة بشرتها شوي غامقة، فش تسوي؟ تروح على طول تستخدم الأشياء الفاتحة، المشمشي الشفاف يقلب معاها وشو رمادي، فبهالحالة نفس ما أقول لكم دائما تثبت بالشفافة وتنور بالصفرة، بس أنا أنقهر لما أشوف مثلا فاتحة وتحت عينها غامق، أدري الغلط يا من الكونسيلر يا من اللوس باودر أغمق منها. حلو، إذا ما عندك هالات لا تحطي اللوس باودر صفرة، ما يحتاج اللوس باودر الصفرة بس للي يقلب تحت عينها رمادي. في نقطة بكم مرة تنتبهوا لها، ترى اللوس باودر الأصفر لها درجات، مو درجة واحدة، في فاتح فاهي لونه، في شوي أغمق، في مرة غامق للبشرة اللي مرة غامقة، ترى اللوس باودر الأصفر مو درجة واحدة، بوريكم الفرق.
على طول يطلبون عندك لوز باودر اصفر. لا، في درجات ترى منه، مو درجه واحده، في للفاتحه لها درجات، الغامقه لها درجات. شوفوا هذا اللون الاصفر وشوفوا هذا، شفتوا الفرق؟ لاحظوا ترى هذه صفره مره وهذه صفره، هذه فاتحه شوي يعني لونها، وهذه اغمق منها. حتى اصلا لما تروحين عندهم ترى شوفي لها ارقام، بس ما ادري وين الرقم، هنا مكتوب الرقم، مو درجه واحده يعني، كل واحده تاخذ اللي تحس قريب من بشرتها. النوع اللي هو الميك اب فور ايفر اتش دي، وليش احبها صراحه مع اني ما كنت اطيقها، ليش؟ لان احيانا لما تصورين تطلع فلاش، يبين لوس باودر، تحسين مكان مره ابيض، لان طريقه الاستخدام تكون غلط. مع انها يعني لما استخدمتها صح والله اقول ويني عنها، حتى دورتي شافوا الفرق. لما تاخذينها اول شيء شوفوا، لحظه معي، تحسونها وشو؟ عرفتوا اللي تحسينها كأنها غبار يعني، غير عن هذولي كلهم، هذه تحسينها حتى كذا، تحسين لما تحطينها والله عادي تدخل خشمك من كثر ما أنها خفيفة، تطير تطير مرة. الـ HD تنفع لتحت العين، تنفع لحبوب النقط اللي حقت الخشم، مو تحطينها لحالها، لا لازم قبلها فونديشن كونسيلر، لازم تشيلك النقط، حبوب الجبهة، صعنونة، المسام اللي على الخد، هذه مرة تدخل، لأنها من كثر بنات ما أنها نقطة تدخل جوا، تدخل تدخل تدخل، عرفوا؟ استخدام تختلف شلون أنت قاعد تستخدمينها صح ولا لا. الباودر هذه بالذات لما تجين تاخذينها، طبعا مو بهذه الفرشة بس أوريكم، لأن كل فرشة تطلع انعكاس. لما تجين تاخذينها ما تاخذينها كذا وتحطينها مباشرة، لازم تخففينها مرة. شفتوا هذا البقايا، هذه اللي أنتوا الحين قاعدين تشوفونها اللي يا دوب، هذه هي الصح اللي تحطينها وتثبتين فيها، عرفتوا؟ أمانة لفيني توب وان لوس باودر صفرة خفيفة خفيفة خفيفة، لونها حلو، لما تحطينها تحت العين كذا لونها شيء يفتح النفس. أنا أمانة عندي